بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هيكون حديثنا عن جرائم مهمة بتعرض على زملائنا المحامين وعلى العاملين بالقانون، وهي جرائم اختلاس الموظف العام لما يحوزه من أموال أو أشياء أو أوراق بسبب وظيفته، واستيلاء الموظف العام على المال العام، وثالثا جريمة التربح. حضراتكم الثلاث جرائم دول مهمين جدا لما فيهم من أمور دقيقة ومهمة، والنهاردة احنا هنعرض لزملائنا كيفية معالجة جرائم الاختلاس وجرائم الاستيلاء على المال العام وجريمة التربح، كيفية معالجتهم أمام محاكم الجنايات. بداية هنتحدث عن جريمة اختلاس الموظف العام لما يحوزه بسبب وظيفته. وقبل ما ندخل في هذه الجريمة لابد ان احنا نقول المقدمة الاولى، وهي سلطة رفع الدعوة على الموظف اللي ارتكب جريمة اختلاس. مين اللي هو يرفع؟ هل اي حد يرفع الدعوة ديت على هذا الموظف ولا ليها شروط معينة؟ الأمر الآخر، جريمة اختلاس الموظف العام لما يحوزه من أموال بسبب وظيفته، هل ليها معاد بتتقادم فيه جريمة الاختلاس ولا؟ الأمر الثالث هو كيفية التحقيق في هذه الجرائم. أولا، من له سلطة رفع الدعوة الجنائية على الموظف العام المرتكب لجريمة اختلاس المال العام اللي هو تحت يده وفي حوزته؟ أولا، المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية بتنص على إن النائب العام أو المحامي العام هما فقط الذين لهم سلطة رفع الدعوى الجنائية في جرائم الاختلاس على الموظف المتهم. والمشرع هنا يعني ضمانا لعدم الإسراف في رفع الدعوى اختص بها النائب العام أو المحامي العام. ليه بقى هنا؟ لأني الجريمة ديت، جريمة الاختلاس دي، هو المادة قالت لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر ألف من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام. المادة المنصوص عليها في المادة 116 مكرر ألف من قانون العقوبات هي إهمال الموظف العام في عمله مما أضر بالمال العام إضرارا جسيما. فهنا المشرع ضمانا لعدم الإسراف في رفع الدعوة، إن متهم أو موظف عام أهمل، وهذا الإهمال تسبب في ضرر عام بالمال العام. ضمان لعدم الإسراف في رفع الدعوى الجنائية على الموظف العام هنا اختص بها النائب العام أو المحامي العام حتى لا يدخل الخوف، يعني ما يبقاش الموظف مش هيؤدي عمله ولا هيقوم بأداء وظيفته خوفاً
من الإهمال أو خوفا من الخطأ ثم العقاب. وهنا المشرع تدخل في هذا الأمر واختص بها النائب العام أو المحامي العام في المادة 200 المادة 8 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية. حضراتكم هنا هذا المسلك من المشرع كان مسلك تشريعي منطقي، هنا حفاظا على دولاب العمل الوظيفي أو العمل العام على أساس أنه بيحمي الموظفين من الخوف في هذا الأمر. والمشرع إدى للنائب العام أو المحامي العام في مكان اختصاصه إداهم سلطة رفع الدعوة على الموظف المتهم اللي هو بيهمل فبيتسبب إهماله في الإضرار بالمال العام. حضراتكم هنا بننتقل أيضا إلى طيب الدعوة دي هنا لا تنقضي، ملهاش تقادم، يعني لا ليها تقادم. وعشان كده المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 15 فقرة 3 قالت ما عدم الإخلال بالفقرتين السابقتين اللي هي الأولى والثانية لا تبدأ المدة المسقطة للدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة. يعني لا تنقضي هذه الدعوة في الجرائم المنصوص عليها في الكتاب في هنا في الباب الرابع من الكتاب الثاني في الجرائم اللي هي بيرتكبها الموظف العام لا تنقضي إلا من تاريخ إنهاء الخدمة أو زوال الصفة. وليه بيقول هذا الكلام؟ طيب هو الفقرة الأولى بتقول إيه؟ القاعدة العامة إني بتنقضي الدعوة العمومية في الجنايات بمضي 10 سنوات، يعني لو ارتكب جريمة من الجرائم المال العام ولم تتخذ الإجراءات لمدة 10 سنوات تسقط الجريمة، وفي الجنح ب3 سنوات وفي المخالفات ب1 سنة. أيضا الفقرة الثانية من المادة المذكورة برضو نصت على أنه لا تنقضي بمضي المدة في نوع معين من الجرائم وهي المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 من قانون العقوبات. ايه المواد دي وايه الجرائم المنصوصة في المواد دي؟ حضراتكم المادة 117 الموظفين العموميين اللي بيشغلوا بالصخرة عمال من العمال لديهم صخرة، يعني في أعمال خاصة بيصخروهم زي ما يشغلهم في البيوت عندهم وهم موظفين عموميين وبيستغلوهم أو بيشغلوهم يمسحوا أو ينظفوا أو يبنوا لهم بيت أو من هذا الكلام، ده بنسميه شغل الصخرة اللي هو يعني شغل بدون مقابل وبدون شيء، هو بيستغل صفته كموظف عام وبيشغل الناس دي بالصخرة. النوع الجرائم دي لا تنقضي بمضي المدة أو بأي مدة من المدد، لا بتفضل مستمرة ولا تنقطع المدة المسقطة لهذه الجرائم. الأمر الآخر المادة 126 برضو أيضا هنا لا تنقضي بمضي المدة الجرائم اللي بتقع تطبيقا لنص المادة 126 وهي التعذيب أو الإكراه، اللي بيعذب حد
يكون مأمور سجن أو مأمور اسم ويعذب حد أو يكرهه على شيء أنه يعترف على أمر معين بالإكراه أو بالتعذيب. الجريمة دي لا تنقضي تطبيقا لنص المادة 126 من قانون العقوبات، لا تنقضي، تفضل موجودة عادي، تفضل موجودة مدى المدد خالص، لا تنقضي بأي مدة من المدد. الأمر الآخر المادة 127 أيضا هنا من قانون العقوبات، مادة 27 اللي هي إيه؟ اللي هي صدر على واحد حكم 3 سنوات ودخل السجن، فمأمور السجن استغل سلطته كموظف عام وبدل ما يخليه مثلا 3 سنوات راح مخليه يقضي 5 سنين أو 7 سنين، يعني يخليه يقضي مدة أشد من المدة المحكوم بها على هذا الأمر. أمر آخر المادة 282 برضو دي لا تنقضي الجريمة ديت بمضي المدة، وهي الجريمة اللي هي إيه؟ اللي هي القبض على حد بدون وجه حق، يعني لو ضابط قبض على حد غير وجه حق من غير وجه حق وحبسه بدون مبرر، هنا لا تنقضي الجريمة دي أبدا مهما مضى عليها من الزمن، ويبقى من حق اللي اتقبض عليه بدون وجه حق انه يرفع الدعوة على هذا الضابط اللي قبض عليه بدون وجه حق. 300 المادة 309 ايضا هي اللي هي التعذيب بقصد او الاكراه بقصد الانتزاع الاعتراف، برضو ديت لا تنقضي ايضا. حضراتكم المادة الأخرانية بقى اللي هي 309 دي كلهم إيه بقى؟ هنا الفقرة الثانية من المادة المذكورة اللي هي المادة الثانية من المادة الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الـ 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 من قانون الإجراءات من قانون العقوبات. الفقرة الثانية دي اللي هي إيه؟ اللي هي إن واحد يسجل لواحد ويهدده بالتسجيل، يعني واحد يسجل لواحد أقواله أو اعترافه بشيء معين ويبدأ يهدده بهذا التسجيل بدون وجه حق وبدون مبرر قانوني وبدون صدور قرار من السلطة العامة أو من الجهة التحقيق أو الجهة القانونية. دي لا تنقضي الجرائم دي بمضي المدة. زملائي الأعزاء، الفقرة بقى التالتة من المادة 15 اللي احنا قلناها مع عدم الإخلال بالفقرتين السابق لا تبدأ المدة المسقطة للدعوة الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة. ليه الحكمة من كده إيه؟ الحكمة على إني لو إنسان اختلس موظف عام قد تكون الوظيفة حائل دون اكتشاف الجريمة، فعشان كده المشرع هنا قال إنه المدة دي لا تسقط ولا تنقضي إلا بعد انتهاء الخدمة بتاعته أو زوال الصفة بتاعته، هنا بس تبدأ المدة. لكن طول ما هو موجود شغال في قلب الوظيفة ما بتبدأ من ما لا هنا الأمور عادية خالص ويبقى ما فيش انقضاء لهذه المدة طالما أنه موجود في الشغل، لأنه هنا ما فيش حد هيرجع عليه. كل ما تيجي لجنة تعمل تفتيش على الخزنة بتاعته أو على الأموال بتاعته هو في إيده الإمكانية على أنه يخبي أو يضلل اللجنة اللي جاية، وعشان كده المشرع بحكمته أنه هنا نص على أني لا تنقضي هذه المدة ولا تبدأ المدة في السقوط إلا من تاريخ انتهاء هذه الخدمة أو انتهاء خدمة الموظف ده أو زوال صفته اللي هو كان بيشتغلها.
زملائي الأعزاء، هنا برضو هنا بالنسبة، طيب لو هنا حضراتكم بدأ التحقيق في القضية أو اكتشفت الجريمة والموظف موجود في الشركة، موجود في الهيئة، موجود في الحكومة أو موجود في العمل كموظف عام، واكتشفت الجريمة وتم بدء التحقيق هنا، طيب تنقضي المدة إمتى؟ أو المدة المسقطة للدعوة الجنائية تنقضي إمتى؟ قال لك تنقضي بيوم آخر إجراء في التحقيق، طالما إن التحقيق بدأ واكتشفت الجريمة فلا تنقضي هذه المدة إلا من يوم آخر إجراء في إجراءات التحقيق. هنا إجراءات التحقيق، هنا المشرع قال يجب أن إجراءات التحقيق، طيب ما هو معنى كده إنه إجراءات الاستدلال اللي بتقوم بها الشرطة ما تقطعش طاقته؟ وده يعني أنا من رأيي إن كان يجب على المشرع إنه يساوي إجراءات الاستدلال بإجراءات التحقيق، لأن إجراءات الاستدلال هي لا تبدأ، اللي هي بيتخذها ضابط الشرطة لا تبدأ إلا بعد اكتشاف الجريمة، فيعني يبقى ما هنا لا يعني كان لابد أن يساوي إجراءات التحقيق بإجراءات الاستدلال، وما كانش فيه حكمة أنه يؤجل برضه إلى انتهاء الخدمة أو زوال الصفة بالنسبة للموظف العام. حضراتكم بننتقل للأمر الثالث للتحقيق. هنا لاحظ المشرع أن بعض المتهمين أو بعض الموظفين العموميين اللي بيختلسوا أنه ما بيكتبوش الأملاك أو الأموال اللي هي بيستولوا عليها أو بيختلسوها، ما بيخلوهاش على اسمهم، بيخلوها اسم بيروح مشتري مثلا شاليه، وقضايا عدة اتعرضت عليها من هذا الشكل، بيروح شاري شاليه أو شاري فيلا باسم مراته أو باسم ولاده القصر، على أساس أنه ما فيش حد يقدر يحجز عليها أو يمنع. فالمشرع لاحظ هذا العمل، فهنا حضراتكم جه المشرع وقال على إني لا، إحنا لازم نتدخل، وتدخل بالمادة 208. هنا حضراتكم قال إيه في المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، عدل المادة دي، في المادة 208 مكرر ألف، والمادة 208 مكرر به، والمادة 208 مكرر جيم، وقال إنه لا يجوز إن إحنا نحجز على أو ناخد إجراءات ضد أموال، مش أموال المتهم بس، وأموال زوجته وقضايا عديدة كانت معروضة عليا وفيها هذا الأمر، إن إحنا ناخد إجراءات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر، ويمكن زملائي عارفين هذا الأمر لأنه بيجدوه في القضايا، على أنه إذا صدر الأمر في هذا الموضوع بيصدر على المتهم وعلى زوجته، على أمواله وعلى أموال زوجته وعلى أموال أولاده القصر، لأن هنا بس المشرع حط شروط للأمور دي أنا حبينها لحضراتكم. هنا حضراتكم قالوا الشروط هنا أني يجب أن يصدر قرار المنع من النائب العام أو المحامي العام عشان تبقى الأمور أمور في ليها ضمانة معينة. الأمر هنا قالوا للنائب العام إذا قامت من التحقيق دلائل كافية
على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات أن يأمر ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية على المتهم وزوجته وأولاده. فحضراتكم هنا أحط الإجراءات ديت اللي بيتخذها ضد المتهم بضمانات لابد أن يصدر القرار أو الأمر إلا من النائب العام نفسه دون غيره من أعضاء النيابة العامة، ولكن إلا أنه يجوز للمحامين العامين كل في دائرة اختصاصه إصدار هذا القانون أو إصدار هذا القرار. أيضا يجوز هنا برضو المشرع تسهيلا للأمور عشان تبقى الأمور مش محصورة بين النائب العام والمحامي العام، قال ويجوز أن يصدر تفويض كتابة من النائب العام أو المحامي العام لأي عضو من أعضاء النيابة. هنا حضراتكم في قضية معينة بس، ما يفضلش التفويض تفويض عام، لا، في قضية معينة يصدر الأمر أو التفويض من النائب العام أو المحامي العام لأي عضو من أعضاء النيابة العامة تسهيلا لدولاب العمل في النيابة العامة. الأمر الآخر قالوا إن هذا الإجراء لا يتم إلا بناء على تحقيق تجريح سلطة التحقيق وليس إجراءات الاستدلال زي ما قلت لحضراتكم، وسواء بقى المتهم كان حاضر أو غايب أو حضراتكم أو مفرج عنه أو محبوس احتياطي. يعني الـ الأمور دي التدبير ده من إجراءات التحقيق لا يجوز إلا بناء على تحقيق ابتدائي بعيد عن إجراءات الاستدلال. الأمر الآخر لازم يثبت التالت، الضمانة التالتة، لازم يثبت للنائب العام من خلال التحقيق أن في دلائل جدية وعلى ارتكاب المتهم جريمة الاختلاس، لازم لابد من الدلائل الكافية دي من وجود، لكن من غير دلائل كافية الأمر ده ما يبقاش، أو صدور القرار بالتحفظ على الأموال ما يبقاش متفق مع صحيح القانون. الأمر الآخر يجب أن يكون موضوع الجريمة أصلا من الجرائم الاعتداء على المال العام اللي هي المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، واللي يكون مرتكبها موظف عام. ادي الضمانات حضراتكم اللي هو وضعها المشرع عشان يصدر النائب العام او المحامي العام اي اجراء ضد المتهم بالاختلاس. حضراتكم نطاق الامر بالمنع من التصرف أو الإدارة، الأصل في هذا التدبير أنه يرد على أموال المتهم، ده الأصل، ولكن يجوز زي ما أنا ذكرت دلوقتي يجوز أنه بيشمل أو بيمتد هذا النطاق إلى أموال الزوجة أو أموال الأولاد القصر. طبعا لأني كثير من القضايا اللي كانت معروضة علينا إن كنا بنجد إن المتهم أول ما بيفتضح أمره إنه على طول بيسرع، ولما بيكون في شبهات أو حس بأمور معينة بتتخذ ضده بيجري بينقل ملكية الأمور من اسمه إلى اسم زوجته أو اسم أولاده القصر. ولكن هنا المشرع قال انه يجوز ان احنا ناخد المنع من التصرف
أو بنضع الإجراءات التحفظية على أموال الزوجة بس بشرطين. شرطين، الشرط الأولاني أنه أموال المتهم ما تكفيش لما قد يحكم به من غرامة أو تعويض أو قيمة الأموال أو قيمة الـ 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 الأموال اللي هي اختلسها الموظف. هنا بس لو ما وجد ان النائب العام ان اموال المتهم لا تكفي على طول بياخد اجراءات ضد الاموال المملوكه لزوجته. برضو ايضا برضو هنا المشرع قال بس بشرط ان الزوجه ما تقدمش او المتهم ما يقدمش ان الاموال دي يعني زوجته ورثت العمارة دي من والدها وبعود مسجلة قبل الجريمة دي وبعدة سنوات وخلاص هي ما قدمتش الحاجة زي كده، يجوز اللي هنا التنفيذ على أموالها وأموال الأطفال القصر طالما ان هي ما قدمتش ما يفيد. قالوا لان في قرينة بسيطة ان كل أموال اللي هي بتاع الزوجة والأولاد دي هي جزء من أموال المتهم. هنا دي الأمور دي أيضا برضو المشرع برضو بحكمته قال بس عاوزين نفرق برضو إنه لو الأموال دي كان مصدرهم الزوج المتهم الموظف العام المختلس ثبت للتحقيق إن الأموال دي هي مصدرها المتهم، قالوا هنفرق بأمرين، إن يكون الأموال دي هو حولها باسم زوجته أو باسم أولاده قبل الجريمة بعشرات السنين، ما يكونش مصدرها الجريمة اللي بيتم التحقيق فيها، يعني هي جاية من مصدرها المتهم بس وليس مصدرها الجريمة اللي بيتم التحقيق فيها. الأمر الثاني أصلا لو هي مصدرها المتهم وليس مصدرها الجريمة هنا لا يجوز التنفيذ عليها أو اتخاذ الإجراءات التحفظية اللي هي المنع من التصرف والمنع من الإدارة، لا يجوز اتخاذه عليها. أما إذا كان مصدر الأموال دي أو الأملاك دي اللي راحت للزوجة أو راحت لأولاد القصر مصدرها الجريمة، هنا خلاص لا شك في أن يجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية ويجوز التصرف في هذه الأموال باعتبارها هي متحصنة من الجريمة. إلا أن المشرع خرج عن هذا الأصل، وده كان مسلك احنا لينا عتاب على المشرع فيه. خرج عن هذا الأصل فين؟ في المادة 208 مكرر جيم، وقال اتخاذ إجراءات التنفيذ على هذه الأموال دون حاجة إلى أثبات صورية التصرف أو دون حاجة إلى أن نقل الملكية للمتهم ان مرتبطه بالجريمه او مش مرتبطه بالجريمه، لا يجوز هنا يجوز التصرف في هذه الاموال واتخاذ جميع الاجراءات، لان احنا في افتراض ان هذه الاموال بتاع الزوجه وبتاع الاولاد القصر هي جزء من اموال المتهم وبالتالي يجوز التصرف فيها واتخاذ اجراءات التحفظ. هنا النص ده جات المذكرة التفسيرية بتاعته وقالت لأن المشرع قال إن لأن بيفترض إن كل أموال الزوجة والأولاد هي مصدرها الزوج اللي هو الموظف العام المتهم فيجوز التصرف فيه. عللت المذكرة التفسيرية للتشريع الجديد هذا النص بافتراض أن كافة أموال الزوجة والأولاد القصر هي جزء من أموال المتهم،
فيجوز التنفيذ عليه، وبالتالي يجوز اتخاذ الإجراءات التحفظية اللي هي المنع من التصرف أو المنع من الإدارة. وده إحنا لينا عتاب على المشرع، لأنه كده هو يعني هذا النص القانوني بيتعارض مع نص المادة 35 من الدستور، اللي هي بتنص على إن الملكية الخاصة مصونة لا تمس. يعني هنا يعني الحماية دي النص ده ضربها واعتبر إن أموال الزوجة هي نفسها أموال الزوج، وده يعني هو ضرب هذه الحماية، وده بهذا النص اللي هو المادة 208 مكرر جيم دي تكون مخالفة لحكم الدستور في نص المادة 35 منه، اللي هي بنصت على إن الملكية الخاصة مصونة لا تمس، لأنه بيهدر هذه الحمية. حضراتكم أيضا إحنا عاوزين نصل لمضمون التدبير بقى. هو هنا مضمون التدبير يتمثل في المنع من التصرف أو المنع من الإدارة أو غير ذلك. مش منع من التصرف بيمنعه المتهم الموظف العام المتهم بالاختلاس، بيمنعه بيصدر الأمر بالمنع من التصرف تدبير بس، أو زوجته أو أولاده القصة، لا، ده يجوز غلق المصنع لو في مصانع موجودة تبع كاتبها باسم زوجته أو هي كاتبها باسم مستعار، يجوز غلق يجوز القبض عليه أيضا. وأمر ثالث، بيجوز إيداع مبلغ بيلزموه، يقولوا له اودع مبلغ قد كده على ذمة ما قد يقضى به من المحكمة، إن هي قالت إن أنت ترد مبلغ قد كده، أو إن أنت الغرامة النسبية، والغرامة النسبية بتكون قد المبلغ اللي هو اختلسه. بيقول له طيب حط لنا 10 مليون جنيه، حط لنا 20 مليون جنيه لما قد يقضى به من الحكم اللي هيصدر عليك، ودول بيبقوا أمانة. لما يتحكم بسبعة بثمانية بيتخصم منهم، اتحكم بالعشرة ما بيتردلوش تاني حضراتكم. طيب هنا برضو المشرع تدخل في هذا الأمر لما بيجوز المنع من التصرف أو من الإدارة، هنا بيوكل وكيل لإدارة الأموال دي. ليه؟ ما هو احنا في مصنع، يعني مصنع، وكان عندي برضو قضية كان مصنع مواد غذائية، واتوضع عليه الأمور ديت والإجراءات دي، اتعين وكيل ما قفلش بقى، يعني هو هيتقفل أولا العمالة، الأمر الثاني هتتلف جميع المواد اللي موجودة الغذائية اللي هي المفروض بتدخل المربات وبتدخل الشربات والحاجات دي كلها. طيب لو انتقلت بحضرتكم إلى التدبير ده اللي هو المنع من التصرف، منع المتهم أو زوجته من التصرف، أو منع من الإدارة، أو تعيين وكيل لإدارة هذه الأموال، يعني يدير مصنع، يدير شركة، زي ما كان عبد اللطيف الشريف برضو كان بيحصل هذا الأمر، وكان بيعينه مدير لإدارة جميع المصانع بتاعته. طيب مدة التدبير ده قد إيه؟ أولا هذا التدبير تدبير وقتي، يعني حضراتكم يقدر بقدر الضرورة الملجئة له. يعني احنا عاوزين، انت اختلست 10 مليون، انا التدبير ده هيفضل موجود لغاية ما يصدر الحكم وتسترد الدولة الأموال اللي انت اختلستها، وبعد تنفيذ هذا الحكم بتعود الأمور وبيرفع التحفظ، بيرفع التدبير على كافة الأموال. طيب هنا المشرع أيضا
قال بأنه يجوز للمتهم أو لزوجته اللي هي توضع عليها الحراسة أن هي تطعن في هذا التدبير، تطعن فيه بالتظلم، تتقدم بتظلم وتقول على أني أنا تم منعي من الإدارة أو تم منعي من التصرف في الأموال دي، رغم أن هي الأموال دي مصدرها مشروع وأنا ورثت هذا المال من والدي، وادي المستندات اللي بتفيد هذا الأمر، وادي القسمة قسمة التركة بتاع والدي أنا وإخواتي، وقدمت هذا الأمر. ودي أمور اتعرضت علينا وكنا بنقدمها، وبيتم هنا إخراج الزوجة من التدابير المفروضة على المتهم، لأن بتجد المحكمة أنه لا مبرر لفرض التدبير ده على الزوجة أيضا. طيب بيقدم التظلم لمين؟ بيقدم التظلم للمحكمة اللي هي هتقضي سواء ضده أو لصالحه، اللي هي منظور أمامها الدعوة بيقدم التظلم أمامها. طيب أو يقدم التظلم أمام النائب العام نفسه. ليه؟ لأن النائب العام نفسه هو أصلا حضراتكم هو أصلا المختص من الأول بإصدار أوامر التدابير التحفظية على أموال المتهم، فيقدم له هو. وأيضا من غير ما نقدم له، هو يجوز للنائب العام إذا تقدمنا له بمستندات بتفيد على أن التدبير اللي اتخذ ضد الزوجة مخالف للقانون ومخالف للثابت في الأوراق، أن حضراتكم أنه يعدل عن هذا القرار أو أنه يغيره، مش يعدل بقى يغيره يعدله، أنه يخرج الزوجة بعدما تقدمت بمستندات تفيد على أنها الأموال اللي هي باسمها دي لم تأتي عن طريق الجريمة ولم تأتي عن طريق زوجها، وليست لها صلة بأي أموال اختلسها زوجها. بيجي النائب العام أيضا بيعدل القرار اللي كان أصدره، حتى ولو المحكمة اللي احنا قدمنا لها التظلم كانت رفضت التظلم، بيجوز للنائب العام انه ينظر في هذا التظلم ويلغي التدابير المفروضة على الزوج. بعد ما خرجنا بحضراتكم من الإجراءات اللي هي سلطة رفع الدعوة، اللي هي من له سلطة رفع الدعوة، وتقادم الدعوة والتحقيق فيها، وقلنا لحضراتكم كل الثلاث أمور دي، بننتقل بحضراتكم إلى الجريمة الأولى، وهي جريمة اختلاس الموظف العام لما يحوز بسبب وظيفته. هنا المادة 112 من قانون العقوبات بتقول كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية. إيه هي الأحوال اللي بترفع العقوبة من السجن المشدد إلى السجن المؤبد؟ إن يكون حضراتكم من مأموري التحصيل، يكون مأمور التحصيل أو الأمناء على الودائع، أو الأمناء على الودائع، أو حضراتكم أو الصيرفة. يبقى هنا إذا كان وظيفته ديت بترفع، بدل ما الحكم ما بيبقى سجن مخفف، يعني سجن مشدد 3 سنين 5 سنين 7 سنين 10 سنين، لا بترفع العقوبة إلى السجن المؤبد اللي هي بتعتبر 25 سنة، اللي هو لو كان حضراتكم مأمور تحصيل أو الأمناء على الودائع
أو أنه يكون صراف، هنا بترفع العقوبة من السجن المشدد إلى السجن المؤبد. أيضا بيرفع العقوبة أيضا للسجن المؤبد إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرم مزور. دي الجريمة لو ارتبطت ارتباط لا يقبل التجزئة، جريمة الاختلاس يعني زور في مستندات عشان يغطي اختلاسه، هنا بترفع الجريمة بدل ما ياخد 5 سنين في الجريمة الأولانية، لا طالما ان فيها تزوير ارتبطت بجريمة تزوير بترتفع العقوبة من عقوبة السجن المؤقت أو السجن المشدد الخفيف إلى السجن المؤبد. أيضا الظرف الثالث اللي بيشدد العقوبة من الظروف المشددة هي إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها إضرار بالاقتصاد القومي. حضراتكم هنا جريمة الاختلاس لابد من شرطين، لابد أن يكون المرتكب لهذه الجريمة موظف عام، دي أهم حاجة. الأمر الثاني أن يكون الأموال المختلسة في حيازته. حضراتكم يبقى شرط الأولاني أن يكون صفة الموظف العام، ده أهم شيء، أن يشترط لوقوع الجريمة أن يرتكبها موظف عام. الأمر الثاني أن تكون الأموال الموجودة في حيازة الموظف العام بسبب وظيفته. نتكلم على الأمر الأولاني، صفة المتهم لا تقع هذه الجريمة إلا من موظف عام تطبيقا لنص المادة 119 مكرر من قانون العقوبات. حضراتكم هنا دي شرط لازم، لابد إن يبقى موظف عام وتظل هذه الصفة في الموظف العام لا تنتهي وقت ارتكاب الجريمة. فإذا لم يكن الجاني موظفا عموميا أو من في حكمه، اعتبرت الجريمة بقى الاختلاس دي سرقة أو نصب على حسب الأحوال، زي ما نمثلها بإني موظف عام انتهت خدمته طلع على المعاش، فقالوا له ايه، طب قبل ما تطلع المعاش خلص الشغل اللي في ايديك ده على اساس انت اللي عارفه وعارف ظروفه، رغم انه صدر قرار بانهاء خدمته، ففضل مستمر في هذا الامر، فضل مستمر ودي بالمحبه مش بقرار تفويض، لانه لو صدر قرار من رؤسائه انه يبقى يستمر هيبقى تفويض للقيام بخدمة عامة في الوظيفة بتاعته، يبقى موظف عام زي ما هو. أما على إنه يقعد بالمحبة يقعد بالود بدون قرار، هنا إذا الدفاع بتاعه ارتكبت الجريمة بعد إنهاء خدمته، هنا والدفاع بتاعه دفع بإني انحصرت، وقال كده إن انحصرت قبل ارتكاب الجريمة صفة الموظف العام عن المتهم، وإنه ما كانش وقفه عن عمل ولا حاجة، لا ده هو اتفصل أو إن تم إنهاء خدمته وبالتالي لم يكن موظفا عاما. وهنا حضراتكم الجريمة بتنخفض من جريمة الاختلاس إن هي جريمة ويجب محاكمته أمام المحاكم، محاكم الجنايات، إلى جريمة السرقة أو الجنحة
اللي هي بتاعة النصب قدام محكمة الجنح. وهنا بتبقى في فرق جديد بين الجريمتين وبين العقوبتين. حضراتكم هنا أيضا بتفترض هذه الجريمة أن تكون الأموال المسلمة للمتهم لازم تكون في حيازته، ومش في حيازته بس، يجب أن تكون الوظيفة بتاعته بتقتضي وجود هذه الأشياء أو الأموال في الوظيفة. زي إيه؟ زي حضراتكم، وهنا في حاجة مهمة جدا في الاختلاس هنا، مش لازم يكون الأموال أموال عامة، لا، ممكن تكون أموال خاصة. فالعبرة هنا مش بالأموال، العبرة هنا بوجودها تحت يد الموظف العام بسبب وظيفته. زي إيه؟ زي موظف البريد بيجي واحد بيقول له أنا عاوزك تحط لي دفتر البريد، تحط لي ال10,000 جنيه دول في دفتر البريد. قال له طيب، وراح مديله إيصال إنه خلاص خد منه بتاع، وقال له هحطهم لك تيجي تشوف بكرة، ولا خلاص ما يهمكش حاجة يعني، وخدت فلوس لنفسه. حضراتكم ديت مش فلوس عامة، لكن تحت يد الموظف العام. هنا بيبقى اختلاس. أيضا في برضو قضية كانت برضو معروضة علينا، كان أمين محطة بتاع السكة الحديد. هنا كان حضراتكم كان في أحد الركاب حط في القطر كمية من الأخشاب إن هي تيجي من دمياط تيجي للقاهرة، ووقع كمية منها واستلمها أمين المحطة ده وحضراتكم، وخلص ما القطر مشي وبتاع، فراح متصرف فيها وخد فلوسها واختلسها لنفسه. ما هو هنا لما استلمها، لما وقعت من القطر واستلمها، استلمها كأمين لمحطة السكة الحديد، وهي مش بتاعة الدولة، ده بتاعة واحد هو اللي حطها للسكة الحديد على أساس تيجي من دمياط تيجي للقاهرة. فحضراتكم هو اختلسها لنفسه. فدي أموال برضو مش أموال عامة، ولكن سلمت للموظف العام ووظيفته اقتدت وجود هذه الأشياء بسبب الوظيفة بتاعته. والأمثلة كتيرة والقضايا كتيرة في هذا الأمر. زملائي الأعزاء، هنا المشرع هو تدخل بالقوانين دي لإيه؟ مش لحماية الوظيفة العامة، هو عاوز يعمل حماية للوظيفة العامة وأمانة الوظيفة العامة، مش حماية الموظف العام أو أمانة الموظف العام، لا، هو كل اللي بيقصده المشرع في هذا الأمر حماية أمانة الوظيفة العامة. أي تصرف أو تدخل من الموظف بالعبث بأمانة الوظيفة العامة بيعتبر اختلاس للأموال اللي هي في حيازته ودخلت في حيازته بسبب وظيفته. فالمشرع لما تدخل بالعقوبات دي تدخل لحماية أمانة الوظيفة العامة في نظر الناس، يبقى الناس عارفة إن الوظيفة العامة دي يعني محل ثقة، فبيتعاملوا مش الموظف، لا الموظف ده ممكن يبقى ده أمين، التاني غير أمين. فالعبرة مش بالموظف، العبرة بالوظيفة، إن هي يضع ليها المشرع حماية حتى تكتسب الثقة في نظر المتعاملين مع الوظيفة العامة. يجب مش الوظيفة تقتضي وضع الأشياء في تحت يد، أو الوظيفة بتقتضي وضع الأشياء فيه. إحنا هنا أيضا في أمور معينة، إن يكون الموظف اللي اتوضعت في إيديه الأموال دي أو تحت إيده أو في حيازته لازم يكون مختص أصلا بهذا العمل
المنوط به يعني ما يقحمش نفسه في أمور معينة. وأنا بعتقد أو أنا بتذكر إني كان في قضية عندي، كان موظف كتابي بحسابات البلدية حصل رسوم من شركة، وهنا ما كانش هو مختص، ده هو موظف كتابي حسابات، ما هو ما كانش مختص بتحصيل الرسوم من الشركات، ولكن هو خدها عشان أقحم نفسه في هذا العمل وهو غير مختص بهذا التحصيل. هنا المشرع قال إيه؟ إنه لازم يبقى مختص بالوظيفة، وإن الوظيفة تقتضي وجود المال ده، وإنه أيضا إنه بتدخل بسبب مشروع لهذا الأمر، وإنه يكون هو مختص أصلا. لكن إحنا وجدنا الموظف ده أقحم نفسه وادعى إن إحنا طيب هات، وخد الفلوس وخدها لنفسه واختلسها. وهنا للأسف الشديد تم الدفع في هذه القضية إن لم يكن المتهم مختصا بوظيفة التحصيل، عشان بتنطبق هنا، ودفعنا بخروج الواقع من نطاق أحكام المادة 112 من قانون العقوبات، اللي هي بتقول إنه يجب إنه يكون المال المسلم للموظف هو مختص بالوظيفة أصلا، وإنه يكون الوظيفة اقتضت وجود المال ده عنده. لكن ده كان موظف كتابي حسابات وما ملوش دعوة بالتحصيل وما لوش صلة بالتحصيل، لكن أقحم نفسه في هذا الأمر وخد القرشين وصرفهم واختلسهم، وقدم بعد كده لمحكمة الجنايات، وللأسف الشديد حيلت الأوراق إلى محكمة الجنح واتهم بجريمة النصب، ودي كانت العقوبة مخففة. وطبعا احنا يعني عشان كده احنا بنهيب بالمشرع انه يحكم قبضته على الجناه اللي هم بيجدوا ثغرات في وسط السطور، على انهم بيستنفعوا وبيختلسوا مستغلين الثغرات في نصوص القانون. هنا حضراتكم لو احنا قلنا في امور بترفع العقوبة من السجن المشدد إلى السجن المؤبد، إنه يكون مأمور تحصيل، إنه يكون حضراتكم إنه يكون محصل، إنه يكون أميناً على الودائع. أمين على الودائع يعني زي أمين إيه؟ أمين صندوق، أمين مكتبة، أمين اللي هو أمين الشونة بتاع بنك التسليف اللي بيستلم القمح ويفضل حطه في الشونة لغاية ما يطلب منه تاني. ديت بترفع العقوبة، بدل ما تبقى العقوبة 3 سنين و5 سنين و7 سنين، بتبقى بترفع العقوبة إلى السجن المؤبد في هذه الجرائم، إذا توفرت له الظروف المشددة دي، إن يكون حضراتكم مأمور تحصيل أو صراف أو أمين على الودائع. حضراتكم بننتقل لجزء آخر من جريمة الاختلاس، هو اختلاس العاملين بشركات المساهمة. عشان نوصل لحضراتكم هنا، شركات الموظفين أو العاملين بشركات المساهمة لا يكونوا موظفين عموميين إلا إذا كانت الدولة مساهمة في هذه الشركة أو إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات أو الهيئات العامة تكون مساهمة بمالها في هذا الأمر. ولكن هنا المشرع وجد إن في شركات مساهمة لا تساهم فيها الدولة بأي أموال أو إحدى الهيئات ما بتساهمش فيها، طيب عقوبة الناس دي؟ فتدخل المشرع
ونص في المادة 113 من قانون العقوبات، وقال على إن حضراتكم المادة 113 مكرر عقوبات، وقالت إنه بيعاقب بإن العاملين في الشركات المساهمة سواء كان رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عامل، طالما إن بالاقتصاد القومي يبقى لابد إن يتعاقب العاملين فيها إذا تم الاختلاس منها، بس حطت اختلاس اللي هو لا يزيد عن السجن 5 سنوات لجريمة الاختلاس للعاملين في جرائم. يعني أنا كان عندي قضية، شركة مساهمة بتملكها أسرة، الزوج والزوجة والأولاد، بس لا الدولة شاركت فيها ولا ساهمت فيها ولا أي جهة أو هيئة كانت بتساهم بأموال عامة في هذه الشركة، وكان موجود في متهمين فيها وقدموا إلى محكمة الجنايات بتهمة الاختلاس. وهنا حضراتكم طبعا هو صدر البراءة للمتهمين دول، لأن كان في أمور معينة على إن لما تم التحقيق معاهم وجولي المتهمين وأنا قريت الأوراق قلت لهم طيب أنتوا استلمتوا الفلوس دي رديتوها؟ قالوا ما هو احنا في حسابات، قلت لهم ردوا الأول هاخد القضية. ففعلا ردوا المبالغ دي للشركة وإحنا سلمناها للشركة بموجب إيصالات رسمية أثناء التحقيق. ورغم كده يعني إما المحقق لم يلتفت ليها أو نسيها، نسى الإقرار ده هو، رغم إن إحنا قدمنا صورة منه وهو طلع على الأصل اللي معانا ونسي الكلام ده، وأحال المتهمين رغم كل ده إلى محكمة الجنايات، وجينا قدام محكمة الجنايات ودفعنا بالدفوع المعتادة في قضايا الاختلاس، وقدمنا الشهادة إن إحنا الحاجات دي كانت الناس دي عاوزة تطلع وتترك الشركة وتنتقل في شركة تانية، وطلب منهم تصفية الحسابات وتم تصفية الحسابات، وآدي حضراتكم إقرار من الشركة بأنه تم تسليم جميع الأمانات والأموال اللي هي كانت مع العاملين وديت، وقضي في هذه القضية بالبراءة لأنه تم السداد وقبل رفع القضية وقبل تحقيق القضية. فيعني أنا عاوز أقول إن يعني قضية شركة مساهمة بيملكها أسرة، ورغم إن أحيلوا إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال الشركة المساهمة.